وللحديث عن تحويل الميليشيات والأحزاب في العراق البلاد إلى ساحة لمهاجمة دول الجوار بدوافع طائفية، معنا من لندن الأمين العام للمركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان السيد فيصل فولاذ. مرحبا بك معنا. أهلا وسهلا. هل تعتقد سيد فيصل أن دافع زعماء الميليشيات ورئيس الحكومة السابق عادل عبد المهدي في مؤتمر النجف ومهاجمة البحرين هو دافع الحرص على شعب البحرين أم أن هناك دوافع أخرى؟ يعني حقيقة المدعو عادل عبد المهدي هو مجرم دولي ضد الإنسانية، والآن عليه قضايا كثيرة سواء في محاكم في باريس أو في أوروبا بجرائم ضد الإنسانية والتعذيب والاختفاء القسري، خاصة خلال مظاهرات يعني ثورة أكتوبر 2019. فبالتالي يعني هذا المثل الصارخ في الاضطهاد والجرائم، أنا في اعتقادي أن الإنسان مسؤول آنذاك باعتباره كان وزير الدفاع عن قتل نحو 600 شخص وإصابة 30,000 شخص غالبة مساء حق ابن المتظاهرين، هو أسوأ دليل على صدق نوايا هذه الأطراف وهذه الميليشيات إذا كان المتحدث زعيمهم هو مجرم ضد الإنسانية. نعم. لماذا هناك تركيز من الميليشيات التابعة لإيران في مهاجمة البحرين حكومة وشعبا بين الفينة والأخرى؟ طبعا هي صنيعة سيادهم في قم وطهران، وبالتالي هذا الموضوع مو قريب على ميليشيات طائفية خلقت يعني في العراق وجندت عناصرها ودربت، فبالتالي هي تدير حرب سرية بالوكالة للسيادة في طهران. وأنا في اعتقادي يعني البحرين ليست يعني أكثر من سوريا، يعني هذه الميليشيات أرسلت عناصرها للقتال وقتل الشعب السوري، وكذلك هذه الميليشيات قتلت بدم بارد يعني بدم بارد شبابها وفتياتها وشعبها العراقي. فبالتالي هم مستعدين ان يعملون كل ما يطلب لهم من اسيادهم. نعم. مو يعني نحن يعني لا نشك انهم وراء المسيرات الاخيره التي ضربت دول الخليج العربي، فهذه الميليشيات راح تعمل اكثر واكثر في الفتره القادمه حسب الاوامر الصادره لها. نعم. هل ستقوم السلطات البحرينية بمفردها أو عن طريق منظومة مجلس التعاون الخليجي بتقديم رسالة احتجاج رسمية إلى الحكومة في العراق لإيقاف ولجم هذه التصريحات المثيرة للنعرات الطائفية في البحرين؟ دبلوماسيا حقيقة البحرين لم تتوقف عن ذلك، وحتى في المرات السابقة قامت بهذه الإجراءات الدبلوماسية وهي تحترم العلاقات والأعراف الدبلوماسية في هذا الجانب، لكن نحن كمنظمات حقوقية غير حكومية رفعنا شكاوي ولا زلنا للهيئات الأممية ضد هذه الخطابات التي تدعو للكراهية والطائفية والتطرف ويحرضون على الإرهاب في البحرين. فبالتالي هناك قنوات والتزامات للعراق وقعت عليها اتفاقيات دولية، وبالتالي عليها أن تحترم هالاتفاقيات الدولية وهي عضو في الأمم المتحدة والالتزام بالمواثيق الدولية. فبالتالي أي شيء يصدر عن أحزاب مسجلة رسميا في العراق وشخصيات مسؤول عن هذه الأحزاب وكانت لها مناصب سياسية في فترات سابقة وحالية، هي ملتزمة عليها بتوقيف هذه التحريضات وهذه الرسائل ضد الكراهية للشعوب المنطقة. من ناحية أخرى سيد فيصل، ألم يئن للنظام العربي الرسمي وكذلك الخليجي منه أن يعيد النظر بالموقف من النظام الميليشياوي القائم في العراق؟
حقيقة سؤال جوهري، ونحن نتفق مع الجواب، وأن لابد للنظام العربي الرسمي وكذلك الخليجي إعادة النظر في التعامل مع هذا النظام الميليشياوي التابع لإيران في العراق الحبيبة حقيقة، ونطالب بعقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لمناقشة هذا الموضوع وتفعيل الميثاق والقرارات والجام هذه الميليشيات والأفراد من القيام بهذا الدور.